بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض دلوقتي نبدا المحاضره، شرح المحاضره اللي كتبنا ريجريشن. كنا في اخر حاجه في المحاضره السابعه، وصلنا للفورمولا بتاعه البيتا هات فيكتور، اللي هي البيتا هات فيكتور دي اللي بيكون جوه بقى البيتا نود والبيتا 1 والبيتا 2 ايا كان العدد بتاع البارامترز اللي بيجي عندك على حسب المساله طبعا. وعرفنا ان هو بيساوي اكس ترانسبوز اكس الكل انفرس مضروب في اكس ترانسبوز واي، يعني دي الاكس ترانسبوز واي دي حاجتين مضروبين في بعض. فعشان نعرف نجيب دي لازم يكون معانا اللي هو الجزء ده على بعضه والجزء ده على بعضه ونضربهم الاثنين في بعض كانهم ماتريكس. طيب ماشي. وبرده عرفنا من المحاضره السابعه عرفنا ازاي نجيب اللي هي الشكل بتاعنا بتاع المعادله بشكل ماتريكس فورم، اللي هو بتاع الواي فيكتور بيساوي الاكس مضروبه في البيتا فيكتور بلس الابسلون. وعرفنا ازاي بنجيب اللي هي الحاجه اللي اسمها ديزاين ماتريكس، عرفنا ازاي بنجيبها برده. كنا جبناها هين، استنى كده اهو، هنا اهي كنا جبناها هنا اه هنا اهي اهي ديزاين ماتريكس. كنا قاعدين بنجيبها ازاي، ممكن ترجع لها في الفيديو بتاع المحاضره السابعه. واهم حاجه تكون عارف الماتريكس فورم بتيجي ازاي. وبعد كده طلعنا في الاخر خالص اللي هي ايه، البيتا هات فيكتور. البيتا هات فيكتور دي بقى اللي هنبدا بيها المحاضره الثامنه، اللي هي المفروض من خلالها هناخد مساله نعرف ازاي بنجيبها، وبعد كده نعرف الاسئله بتجي لنا ازاي، وازاي بقى بنتست وتست الهايبوثيسز والكلام ده كله. طيب ماشي، نخش في المحاضره الثامنه بتاعتنا. اول حاجه ليكتشر 8. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عندك المعادله بتاعت البيتا هات فيكتور اللي هو طبعا ده الفيكتور، فانت خلينا نقول بيتا هات. عندك المعادله بتاعت البيتا هات اللي هي اكس ترانسبوز اكس كل الانفرس مضروبه في الاكس ترانسبوز واي فيكتور. طيب دي اخر حاجه وصلنا لها في المحاضره السابعه. هنا عطيك في المساله بتاعتك، هنا عطيك مساله مالتيبل. دايما مساله المالتيبل بيكون عطيك واي وكذا اكس على حسب بقى نمبر اوف فيتشرز اللي عندك. يعني هنا مثلا عطيك اثنين فيتشرز، زي ما احنا قلنا في المحاضره السابعه اللي فاتت، انت اصلا في المالتيبل هو بيديك عدد معين من الفيتشرز، وانت المفروض الفيتشرز دي بعد ما بتخلص بقى وتجيب البيتا نود والبيتا هات تقعد تعمل تيست اوف هايبوثيسز زي الشغل بتاع التمبل ريجريشن، وتشوف مين فيهم الفيتشر المهمه. هل مثلا الاكس واحد دي مهمه ولا لا، هل الاكس اثنين دي مهمه ولا لا، وده طبعا هنعرفه قدام. بس خلينا دلوقتي نركز في المساله في الاول. هي المساله بيجي لك شكل جدول كده، بيديك مثلا واي اللي هو الديبندنت فاريبل بتاعك، وبيديك الاندبندنت فاريبل اللي هم الاكسات بتاعتك، اكس واحد ده واكس اثنين وهكذا. والمفروض ان انت المهمه بتاعتك كلها من خلال المعادله بتاعتك اللي هي الواي بتساوي البيتا نود بلس البيتا واحد اكس واحد بلس البيتا اثنين اكس اثنين بلس الابسلون، المفروض ان انت بتطلع الاستيميتورز بتاع البارامترز بتوعك اللي هم البيتا نود والبيتا واحد والبيتا اثنين. دول اللي لو تفتكر كانوا الهدف بتاعنا في السمبل ريجريشن برضو، عشان نحل مساله السمبل ريجريشن ونعمل فيت للموديل لازم تكون جايب البارامترز بتوعك. وعشان تجيب البارامترز بتوعك احنا كنا بنجيب الاستيميتور بتاعهم اللي هم البيتا نود هات والبيتا واحد هات والبيتا اثنين هات، وده اللي من خلاله يعني المفروض انا اعمل استيميشن واجيب القيم دي من خلال المعادله اللي ايه اللي فوق، اللي هي المعادله دي. يعني المفروض ان انا اجيب البيتا فيكتور هات اللي هي بيكون جواها كل الاستيميشن دي. يعني انا لو جبت البيتا فيكتور هات هيكون معايا البيتا نود هات والبيتا واحد هات والبيتا اثنين هات، لان الفيكتور بتاع البيتا فيكتور الفيكتور بيتا هات ده جواه كل البارامترز بتاعتي، جواه كل الاستيميتورز بتاعت البارامترز بتاعتي. فاحنا لو جبنا البارامتر لو جبنا ده اللي هو البيتا فيكتور هات، يبقى احنا قدرنا نجيب البارامترز بتوعي، يبقى احنا كده قدرنا نعمل فيت للموديل بتاعنا. وده التارجت اللي احنا كنا بنحاول نوصل له اصلا، ان يعني احنا نجيب اللي هي البيتا فيكتور هات او نجيب البارامترز بتوعي اللي احنا عايزينهم عشان نعرف نعمل ايه فيت للموديل بتاعي. طيب تعالوا بقى نبدا المساله نشوف ان ايه، يعني ده المختصر المفيد بتاعنا ان احنا عايزين اللي عايزين نوصله في الاخر، احنا نجيب البارامترز بتوعي من خلال المعادله اللي فوق دي اللي احنا وصلنا لها في الليكتشر اللي فاتت. يعني دي المعادله اللي هنستخدمها في المساله عشان نقدر نجيب الايه الفيكتور بتاعي. طيب انت دلوقتي عندك ايه، عندك الواي وعطيك الاكسات بتاعتك اللي هي العدد بتاع الفيتشرز بتاعك، وانت المفروض من خلالها طبعا الان بسبعه طبعا عشان انت بتعدهم 1 2 3 4 5 6 7، فالان بسبعه اللي هو النمبر ايه اوف اوبزرفيشنز. طيب تمام. المفروض ان اللي فوق ده المختصر اللي احنا هنعمله دلوقتي. طيب انت عندك اول حاجه بيكون هو عاطيك اللي هو الجدول ده، تبدا انت تكونستراكت الديزاين ماتريكس. الديزاين ماتريكس اللي هو كانت ايه؟ اللي هي الكوفيشنت بتاع دي. يعني انت عندك المعادله بتاعتك اللي هي الواي بتساوي بيتا نود بس بيتا 1 اكس 1 بس بيتا 2 اكس 2. تمام. انت بتبدا بقى تحط هنا ايه المعاملات بتاعت الكوين بتاعتك دي. فطبعا انت هنا عندك البيتا نود المعامل دايما بتاعها بيبقى واحد، فانت هتلاقي دايما ان هو اول كولم من هنا، هتلاقي دايما اول كولم من هنا في الوحيد بتاعتنا اللي هو الكوفيشنت بتاعت البيتا نود. طيب البيتا واحد هنا ايه المعامل بتاعها؟ اكس واحد. تقوم واخد الصف بتاع الاكس واحد وحطه في الديزاين ماتريكس هنا اللي هو اهو هنا اهو. ماشي. البيتا 2 المعامل بتاعها ايه؟ المعامل بتاع البيتا 2 الاكس 2.
تقوم واخد العمود بتاع الاكس 2 حطه في الديزاين ماتريكس. يبقى انت كده عملت كونستراكت الديزاين ماتريكس بتاعتك اللي هي الاكسات اللي هي الاكس بتاعتك. الاكس بتاعتك هي الديزاين ماتريكس اللي انت خلي بالك عشان انت هنا محتاج تجيب دي الاول، محتاج تجيب الحاجات دي الاول عشان تعرف تحسب هنا، فانت بنجيبهم واحده واحده. فانا الاكس اللي هو الديزاين ماتريكس بتاعتي تمام، اللي هو عرفنا ازاي بنجيبها، اللي هي ده طبعا الكوفيشنت بتاعت البيتا نود، وده الكوفيشنت بتاع البيتا واحد، وده الكوفيشنت بتاع البيتا اثنين، وطبعا كل القيم دي موجوده عندك، والماتريكس دي طبعا بتكون ان اف بي. طيب هنا دي دايما واحد لان البيتا نود دايما ملهاش كوفيشنت زي ما انت شايف هنا، هي دايما ملهاش كوفيشنت، ملهاش مثلا اكس مثلا، ملهاش قيمه اكس، فدايما بتبقى ايه، بتبقى بواحد. طيب دي اول حاجه، اول حاجه بتجيب الاكس. ثاني حاجه بتجيب الاكس ترانسبوز. الاكس ترانسبوز هي هي الاكس بس بدل ما تخلي الصف ده بدل ما تخلي العمود ده بتخليه صف، بتبدل صف بعمود يعني، فبدل ما تخليه بالمنظر ده بتقلبها بتبقى بالمنظر ده. الوحي بدل ما كانت عمود بتبقى صف، وهنا برده ده بدل ما كان عمود بيبقى صف زي ما انت شايف هنا كده، وده برده بدل ما يبقى عمود يبقى صف. يبقى انت كده جبت ايه القيمه الترانسبوز. وطبعا بشقلب، فطبعا هنا دي كانت ان بي فبقت هنا بي اف ان، بي اف ان اللي هو الدايمنشن بتاع الماتريكس بتاعك. طيب بتبدا تجيب اول حاجه الاكس ترانسبوز اكس. انت لو تاخد بالك احنا كده ماشيين خطوه خطوه ان احنا نجيب البيتا فيكتور هات. فاحنا اول حاجه عايزين نجيب الاكس ترانسبوز اكس. اول حاجه جبنا الاكس اللي هو ده اللي هو عن طريق الديزاين ماتريكس. ثاني حاجه جبنا الاكس ترانسبوز تمام، هنبدا بقى نضربهم في بعض. فلما نضرب الاكس ترانسبوز اكس لوج هيدينا الشكل ده. طبعا انت عندك هنا كان ده بسم الله الرحمن الرحيم كان كام، كان كام روب كام كولم، 1 2 3 4 5 6 7، كان 7 كولم، 7 رو قصدي، في 3 كولم يعني هنا عندك 7 رو اهم، وهنا دول 3 كولم يبقى 7 في 3 تمام، وانت هنا 3 في 7. فلما تيجي تضربهم 7 تضرب دايمنشن 7 في 3 تضربه في 3 في 7 كده هيديك ايه 3 في 3 اللي هو بي في تمام، اللي هو عدد البارامترز من الاخر اللي عندك اللي هو كانوا 3 بيتا نود وبيتا 1 وبيتا 2. طبعا ده برضه ماتريكس عادي جدا، بتبدا تضرب تمام الماتريكس في بعضها رو باي كولم، اللي انت المفروض تضرب هنا ده الرو ده مثلا تاخده تمام وتضربه في قصدي رو باي كولم اهو، وتبدا تضرب الرو ده مثلا الرو اهو اللي هو بتاع الوحيد ده تضربه في الكولم بتاع الوحيد وتشوفه هيطلع كام. بس في طريقه حسبه كده تمام المفروض ان احنا لو عارفينها هنقدر نطلع على طول من غير ما احنا نعمل ضرب ماتريكس والكلام ده كله، عشان طبعا لو ماتريكس كبيره بتاعتنا. طيب دي ازاي؟ ان اول حاجه بتكون موجوده عندنا هنا الان، الان اللي هي اصلا بيكون عطيها لك في السؤال زي هنا اهو، هو عطيها لك الان هنا بسبعه، او لو هو مش عطيها لك فانت انت عندك هنا نيجاتيف ممكن تعد، ممكن تعد 1 2 3 4 5 6 7 تمام. يبقى انت اول حاجه عندك هنا في الاكس ترانسبوز اكس ان اللي هو الان بتاعتك اللي موجوده في السؤال. ثاني حاجه سميشن اكس اي 1، سميشن اكس اي 1 انت عندك اكس اي 1 عندك اكس 1 اهي بتبدا تعمل سميشن بتاعه. طيب ماشي هنا ثانيه سميشن اكس اي 2 اللي هو اللي جنبها على طول، انت عندك اكس اي 2 اللي هو ده بتبدا تعمل له برده سميشن تمام. هتلاقي في الاخر ماشي. وهنا بقى لازم تكون عارف حاجه مهمه، ان انت لما بتيجي تعمل اكس ترانسبوز تضربها في اكس بتطلع لك سيمتريك بتطلع لك سيمتريك ماتريكس. ان انت لما تيجي تعمل حاجه في الترانسبوز بتاعها بتطلع لك سيمتريك ماتريكس. ولا في حاجه برضو كان لنا في المحاضره اللي فاتت اللي هي السبعه اي نجيبها في البي تي اف دلوقتي، كنا قايلين نوت هنا احفظ ان هل ان الاكس ترانسبوز تضرب في الاكس هل دي سيمتريك ولا لا. اي حاجه تضرب في الترانسبوز بتاعها بتديك سيمتريك ماتريكس. طب يعني ايه سيمتريك ماتريكس؟ يعني انت عندك في السيمتريك ماتريكس القيمه دي زي دي ودي زي دي ودي زي دي، بس دول مش زي بعض. يعني خليك عارف ان القيمه اللي هنا مش زي القيمه اللي هنا، بس اي حاجه ثانيه في الماتريكس فدي زي دي ودي زي دي ودي زي دي. طيب تمام كده، فانت هنا ضربت اكس ترانسبوز اكس فمعنى كده ان انت عندك دي سيمتريك ماتريكس. فانت لو انت جبت الصف ده فانت معنى كده ان انت جبت العمود ده. ليه؟ ان ده زي ده وده زي ده ماشي. فهنا الحته دي سميشن بتاع الاكس اي 1 هتجيبها من الجدول وتعمل سميشن للارقام وتحط الرقم بتاعك هنا، وبعد كده دي زيها بالظبط فانت مش هتحتاج تحسبها. طيب هتروح هنا سميشن اكس اي 2 عندك هنا الاكس اي 2 اهي تقوم حاسبها تمام، هيطلع لك رقم اهو، هيطلع لك رقم. فانت برضو مش هتقدر تحسب الرقم ده لان ده زي ده تمام. نيجي نخش هنا بقى في الجزء ده، ده سبشن اكس اي سكوير. فانت عندك اكس اي 1 سكوير، فانت عندك اصلا الجدول اللي عطاهولك اهو، تبدا تربع كل قيمه وتعمل براسه التربيع بتاع القيمه الثانيه، يعني تعمل نيجاتيف 5 سكوير بلس نيجاتيف 4 سكوير بلس نيجاتيف 1 سكوير لحد ما تخلص، هتلاقي نفسك طلعت ايه القيمه دي. طيب ماشي، القيمه اللي هنا بقى سبشن اكس اي 1 في اكس اي 2، هتبدا تروح على الجدول تضرب كل قيمه في المقابله ليها، تضرب دي في دي بلس دي في دي بلس دي في دي، هتلاقي نفسك طلعت ايه بعد ما تخلص تجمعهم كلهم هيطلع لك الحته دي. وطبعا برضو مش هتضطر تحسب دي لان هي دي اصلا هنا
زي هنا، فخلاص فانت مش محتاج، فانت مش محتاج تحسب ان دي زي دي تمام. وهنا دي المفروض ان هي بتاعها السبمشن بتاعت الاكس اي 2 تمام. طيب ماشي، هي بس في غلطه هنا، المفروض دي تبقى سبمشن الاكس اي سكوير. فلما احنا نيجي نجيبها خلاص احنا معانا برضو العمود بتاع الاكس اي، الاكس اي 2 اهو، تبدا تربع كله قيمه وتعمل بس التربيع بتاعته القيمه الثانيه، يعني 5 5 سكوير بس 4 سكوير بس 1 سكوير بس نيجاتيف 3 سكوير بس نيجاتيف 2 سكوير بس نيجاتيف 2 سكوير بس نيجاتيف 3 سكوير. هتلاقي نفسك طلعت القيمه دي اللي هي السمشن بتاع الاكس اي 2 الكل سكوير، طبعا في سكوير هنا لازم تحطها. طيب فانت كده لو انت حافظ اللي هو الشكل ده، انت تقدر تطلع الاكس ترانسبوز اكس من غير ما تضرب، من غير ما تضرب رو كولم وهكذا. يعني الموضوع ده هيسهل عليك اكتر، ان انت عندك اصلا عندك الاكس ترانسبوز اكس هي سيمتريك ماتريكس، انت لو جبت الحته دي وتقدر تجيب دي، ولو جبت دي تقدر تجيب دي، ولو جبت دي تقدر تجيب دي تمام. هنا يعني جت صدفه ان 68 قد 68، لكن انت هنا ده مش زي ده، يعني هنا انت عندك سبمشن بتاع الاكس اي 1 سكوير، لكن ده سبمشن اكس اي 2 سكوير، فانت دي جت صدفه ان هي كده، مش معنى ان انت جت صدفه في المحاضره كده فان هي تبقى على طول كده. الرقم اللي هنا ده مش زي اللي هنا، ده انت ده مختلف عن ده، فما تكتبش ده في الامتحان زي ده، لكن اي حاجه ثانيه في الماتريكس بتكون سيمتريك، يعني اللي هنا دي زي دي والرقم اللي هنا زي اللي هنا، فانت لو جبت اول صف هنا جبت اول عمود، ولو جبت القيمه اللي هنا دي كانك جبت القيمه اللي هنا دي، وطبعا كله ايه من الارقام اللي هو هيديها لك، المهم بس تكون عارف انت بتستخدم ايه بالظبط. طيب ماشي، يبقى انا كده جبت الاكس ترانسبوز اكس تمام. وعرفت ازاي اجيبها باللي هو بالفورمولاز اللي عندي او الشكل اللي عندي ده، لو انت عارفه خلاص انت تمام، لو غير كده بقى نسيت الامتحان اقدر تصفف عمود وتعالى. طيب ماشي، زي ما قلت الماتريكس بتاعتي سيمتريك، ففي اليمنتس هتلاقيها شبه بعض في الماتريكس، دي حاجه احنا عارفينها تمام ماشي. او تاني حاجه لازم اجيب الاكس ترانسبوز اكس انفرس تمام. تمام دي انت ممكن تجيبها بالاله، بس انا هقول لك على حاجه دلوقتي، يعني كده كده انا هعمل فيديو صغير كده ازاي نجيب الحاجات دي بالاله، خلينا نعدي الجزئيه دي. انت ممكن تجيب القيمه بتاعت الانفرس بتاعتك بالاله، بس خلي بالك عشان ده محور الحل عندي، لو طلع غلط يبقى انت كده هتطلع عندك غلطات كتير قوي، لان انت لو تفتكر ان انت اصلا اللي عايز توصل له ايه عشان ما تتلخبطش، ان انت عايز توصل للبيتا هات فيكتور اللي هيطلع لك البارامترز او الاستيميترز بتوعك اللي هتحل بيهم المعادله بتاعت الواي، فانت لازم تكون الجزء الاول ده مطلعه صح، الاكس ترانسبوز اكس الكل انفرس لازم يكون طالع صح، عشان انت هتضربه في قيمه ثانيه، فلازم ده لو طلع غلط المساله كلها تطلع غلط، فلازم تكون متاكد ان انت بتطلعه ازاي. طيب تمام ماشي، فانت لو طالما عندك الاكس ترانسبوز اكس الكل انفرس هيبقى سهل قوي ان انت تطلع ايه؟ هيبقى سهل قوي ان انت تطلع ده. طيب ممكن برضه اقولها لك تسهيلا يعني ليك، لو انت لسه مش هتكسر تشوف فيديو مثلا الكالكوليتر، لو انت مثلا معاك اله اللي هي 991 هتعمل ايه؟ هتعمل انت طبعا عندك الاكس ترانسبوز اكس، انت عندك اللي هو الماتريكس بتاعتك اللي عايز تعمل لها انفرس، طب انت عامل ايه؟ عامل مود 6 في على الاله، وتعمل مثلا واحد اللي هو ماتريكس ايه تمام؟ هيقول لك هيطلع لك انت عايز تختار دايمنشن ايه؟ قول له 3 في 3 اللي هي عندك واحد تمام؟ تبدا تدخل القيم بتاعتك 7 0 0 68 نيجاتيف 6 نيجاتيف 67 نيجاتيف 67 و 0 نيجاتيف 67 تدخل القيم بتاعتك على الاله، وبعد ما بتخلص تقوم عامل اي سي، بعد ما بتخلص برده تقوم عامل شيفت 4 هيجي لك ان انت تختار الانهي ماتريكس بتاعتك، هتلاقي تختار ماتريكس ايه اللي انت لسه عاملها ومخزنها عندك على الكليتر، هتلاقي زرار مكتوب عليه اكس انفرس اكس باور سالب 1، هتلاقيه تحت زرار المود على طول، تقوم عامله وتقوم عامل ايكوال هيطلع لك الماتريكس بتاعتك. وبرضه انا هعمل فيديو للاله عشان تسهيلا عليك يعني في الموضوع ده بالذات. طيب ماشي، فانت ايه طلعت القيمه بتاعت الاكس ترانسبوز اكس انفرس، كده انت جبت اول حاجه في المعادله بتاعت البيتا نود هات اللي هي بتاعت البيتا فيكتور هات، انت جبت الجزء الاولاني ده اللي هو الاكس ترانسبوز اكس الكل انفرس، فاضل لك ايه؟ اكس ترانسبوز واي. طيب يبقى انت كده المفروض الخطوه اللي بعديها ان انت تجيب ايه؟ اكس ترانسبوز واي، انت عندك الاكس ترانسبوز كنت جبتها ورا، الواي ده بقى ايه؟ او الفيكتور واي ده كان ايه؟ اللي هو الواي اللي هو هعطيه لك في الجدول بتاعك اللي هو العمود ده، تبدا تاخده اللي هو الجزء ده تمام. طب انت هنا ضارب الاكس ترانسبوز في الواي في الفيكتور واي هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الجزء اللي هو بتاع الاكس ترانسبوز واي. طيب تمام، لو انت مش عارف لو انت ممكن تحفظ الفورمولا دي هتسهل عليك جدا، اللي هو اصلا ان انت لما تيجي لو انت هتجيب اكس ترانسبوز واي من غير بقى ما تضرب صفر عمود وكل الكلام ده، فهو سبمشن الواي وسبمشن اكس اي 1 في الواي اي وسبمشن اكس اي 2 في الواي اي، يعني انت ممكن تروح على الجدول اللي هو هتقول لك في السؤال اصلا، وعشان تجيب اول حاجه في الاكس ترانسبوز واي تبقى عامل ده سبمشن تمام،
وبعد كده عشان تجيب مثلا الجزء اللي بعديه اللي هو كان ده اللي هو اكس اي واحد في الواي اي، تقوم انت جاي تضرب الرقم ده بالرقم ده بلس الرقم ده بالرقم ده بلس الرقم ده بالرقم ده بلس الرقم ده بالرقم ده لحد ما توصل للاخر. طب انت مثلا عايز تجيب الجزء اللي بعديه تضرب الاكس اي 2 في الواي اي وبتعمل لهم سبميشن برضه. فانت لو انت حفظت دي تمام تقدر تجيب الاكس ترانسبوز واي بكل سهوله من غير ما تضرب صف في عمود وتلخبط نفسك. تمام، ولو انت عايز تضرب صف في عمود سهله برضه، تقوم انت جايب الصف ده تضربه هنا في العمود، وبعد كده تقوم جايب الصف اللي بعديه تضربه في العمود، وبعد كده تقوم جايب الصف اللي بعديه تضربه في العمود، هتلاقي نفسك في الاخر هي المحصله بتاعتك. بس الفكره بس كلها انت لو انت حافظ كورنرز ممكن تخلص اسرع. بس تمام، هو طبعا هنا بقول لك اكس اي 1 دي معناها ان القيمه الاولى في الفيتشرز في فيتشر رقم واحد، يعني زي ما احنا كنا شارحين في الجزء اللي هو بتاع في المحاضره السابعه، في المحاضره السابعه اللي هو الاكس اي 1 ده اللي هو الرقم بتاع الاوبزرفيشن، والواحد ده اللي هو رقم الفيتشر اللي هو اول فيتشر عندي اللي هي كانت موجوده اول فيتشر عندي في الجرافيك هنا دي. تمام، يبقى احنا كده وصلنا لايه؟ وصلنا ان احنا جبنا الاكس ترانسبوز واي وجبنا الاكس ترانسبوز اكس الكل انفرس. طيب ماشي، يبقى احنا كده نقدر نجيب ايه بقى بكل سهوله؟ نقدر نجيب البيتا ايه؟ البيتا هات، البيتا هات فيكتور، ان انت خلاص جبت الجزء ده وجبت الجزء ده، فانت كده خلصت. في حاجه بقى الاحسن ليك، ما تجيبش الجزء بتاع الاكس ترانسبوز اكس انفرس، ما تجيبوش على جنب وتطلع له ناتج وبعد كده تقوم ضربه في الاكس ترانسبوز واي. الاحسن ليك ان انت وانت بتعمل الجزئيه دي تكتب على الكالكوليتر، تخزن الماتريكس بتاعت الاكس ترانسبوز اكس تخزنها عندك في الماتريكس في الكالكوليتر. تمام، وبعد كده تخزن في ماتريكس ثانيه اللي هي ماتريكس بي مثلا، تخزن الاكس ترانسبوز واي، وبعد ما تيجي تضربهم في بعض طبعا الكلام ده هنعمله لك على الكالكوليتر، فممكن وانت في الحته دي تتفرج على الجزء بتاع الكالكوليتر على نفسك فهمت انا قصدي ايه، هتقوم عاملها وتطلع معاك. فروح اتفرج على الفيديو بتاع الحته بتاعت الكالكوليتر احسن عشان تفهم انا قصدي ايه، يعني عشان انت ممكن لما لو انت طلعت الاكس ترانسبوز اكس الكل انفرس الاول هتطلع لك رقم. تمام، ممكن الرقم ده انت ممكن يطلع فيه ارقام عشريه كتير فانت ممكن تتلخبط اكتر يعني. فشوف فيديو الكالكوليتر برده هيظبط معاك الدنيا اكتر، يعني هقول لك على شويه تيبس فيها كده بحيث ان انت تظبط الدنيا فيها. طيب فبعد ما انت ضربت الماتريكس طبعا بتاعتك رو باي كولم وكل الكلام دوت، لو تمام انت هتضرب الرو ده في الكولم ده، وبتضرب بعد كده الرو ده في الكولم ده، وبعد كده تضرب الرو ده تمام في الكولم ده، هتلاقي طلعت في الاخر ايه؟ البيتا فيكتور هات. طيب البيتا فيكتور هات ده بقى اللي احنا كنا عايزين نوصل له اصلا، اللي هو اللي جواه البيتا نود هات والبيتا واحد هات والبيتا اثنين هات، ده البيتا نود هات وده البيتا واحد هات وده البيتا اثنين هات. يبقى انت كده قدرت توصل للشكل بتاع الواي بتاعك اللي هو الواي هات بيساوي البيتا نود هات بلس البيتا واحد هات اكس بلس البيتا اثنين اكس اثنين، وانت طبعا طلعت القيم بتاعتك، فانت كده قدرت تعمل كونستراكت للموديل بتاعك وتطلع ايه البارامترز بتوعك. طيب ماشي، زي مثلا هو جه في ال هو جه دلوقتي تمام قال لك عايز واي عند قيمه معينه، زي ما كان بيجي مثلا في زي ما جه في الميد مثلا او جه في الشيدات او كده اللي هي بتاعت السيمبل ريجريشن، كان بيقول لك مثلا عايز واي عند اكس مثلا بتساوي واحد. بس طبعا انت في السيمبل ريجريشن كان بيكون عندك اكس واحده، يعني انت في السيمبل ريجريشن كان بيكون عندك واي ايكوال بيتا نود بلس بيتا واحد اكس بس، فانت كان بيكون عندك اكس واحده، ما كانش بيكون في اكس اثنين بقى واكس ثلاثه، ما كانش بيكون عندك في فيتشرز كتير، هي كانت بتبقى اكس واحده. فكان بيقول لك مثلا هات لي عند الاكس بتساوي واحد. طيب هنا ممكن يقول لك ايه؟ يقول لك هات لي الواي عند الاكس بتساوي نيجاتيف 3.5 و2.5. دي اول صوره ممكن تجي لك ان هو ممكن يجيب لك الشكل ده الماتريكس دي، فانت هتعرف ان النيجاتيف 3.5 دي هي الاكس 1 و2.5 دي اللي هي الاكس 2. تمام، اللي هو الرقم اللي بيكون موجود هنا ده يعني جنب البارامترز، اللي هو ده الرقم مثلا الاكس مثلا واحد مثلا بنيجاتيف 3.5 وهنا مثلا الاكس 2 ب2.5، وطبعا هنا مفيش اكس تمام فهي بواحد، فبس هو ما حطلكش هنا. دي اول صوره ممكن تجي لك. تاني صوره ان هو بقى يحط لك الواحد، الواحد دي بقى ايه؟ يقول لك مثلا عايز قيمه الواي عند الاكس نود بتساوي كذا، واحد مثلا ونيجاتيف 3.5 و2.5. ايه الواحد دي بقى؟ الواحد دي الكوفيشنت بتاعت البيتا نود هات، وانت طبعا عارف ان البيتا نود هات مالهاش كوفيشنت، مالهاش اكسات، فانت كده بتكون كل مره هتلاقيها بواحد، فانت كل مره هتلاقي الرقم اللي عندك هنا ده بواحد. وده طبعا نيجاتيف 3.5 ده هو بتاع الاكس 1 والنيجاتيف 2 واللي هو 2.5 دي بتاعت الاكس 2، فانت خليك عارف ان هو لو جابها لك بالشكل ده تمام يبقى هو اول رقم ده عندك اللي هو الكوفيشنت بتاع البيتا نود. طب لو ما جابلكش وجاب لك بالشكل ده يبقى اول رقم عندك هو الكوفيشنت بتاع البيتا 1 هات اللي هو يعتبر الاكس 1. فايا كان يعني عشان انت هنا هتضطر تعمل حاجه معينه، فانت بقى لو عايز تعملها، لو انت عايز تجيب الواي نود اللي هو طبعا عند الواي نود، عشان طبعا اكس نود عايز تجيب عند الاكس نود، فبتبقى ايه اسمها واي نود. عشان تقدر تعمل ده ايه؟ احنا طبعا كل شغلنا ماتريكس تمام، وانت عندك
تمام. وانت عندك ايه؟ لو خدت بالك هتلاقي ان المعادله بتاعت الواي بتاعتك هي بيتا نود في فيتشر، طبعا عشان ما فيش فيتشر ليها فواحد، وبيتا واحد في اكس واحد، وبيتا اثنين في اكس اثنين. فمعنى كده ان انت عندك ان الواي هات بتساوي الاكسات مضروبه في البارامترز، يعني كل اكس مضروبه في البارامتر بتاعها. البيتا نود طبعا عشان ملهاش بارامتر ملهاش فيتشر فبتضرب في واحد، والبيتا واحد عشان ليها بارامتر ليها قصدي فيتشر فبتضرب في اكس واحد، والبيتا اثنين هات بتضرب فيتشر في اكس اثنين. فانت عندك يعتبر الواي هات هي عباره عن ضرب الاكسات في الـ في الـ في, في البارامترز بتوعك. فانت طبعا عندك البارامترز بتوعك كنت مطلعها هنا ايه اللي هي 46 على 7 و1 و2، فانت مطلعها بدايمنشن اللي هو عدد الروز كام، 1 2 3 3 في 1 3 روز تمام في 1 كولم. فانت مطلع البارامترز بتاعتك 3 في 1. فانت عشان تضرب ماتريكس في ماتريكس لازم يكون الدايمنشن بتاعتهم اللي جوه شبه بعض، لازم تكون دي زي دي. فانت ما ينفعش تاخد الرقم اللي هو الماتريكس زي ما هي، الاكس دي زي ما هي او الفيكتور اكس ده زي ما هو وتضربه في الـ في الـ في, الـ في الفيكتور بتاع البيتا، لازم يكون الدايمنشن بتاعهم الارقام اللي جوه زي بعض. عشان كده انت عملت هنا ترانسبوز. فانت في لما يجيب لك في الامتحان يقول لك عايز واي عند قيم اكسات كذا، تقوم عامل الاكس ترانسبوز اللي هو هيديها لك مضروبه في البيتا فيكتور هات تمام، عشان تقدر تجيبها بنفس الايه الشكل بتاعك تمام، عشان تقدر تضرب الماتريكس في ماتريكس طبعا. فتقدر تاخد ده الرو باي كولم. طبعا هنا دي كانت غلطه من عندي، يعني ان انت لما تيجي تضرب ده في ده هيطلع لك رقم واحد، هو رقم اللي هيطلع لك، هيطلع لك قيمه الواي. فانت لو ضربت دي على الكالكوليتر برده طبعا هقول لك تعملها ازاي، هيطلع لك ايه الرقم بتاعك، طبعا هقول لك الرقم هيطلع كام. طيب تمام. فهو هنا طبعا هيطلع لك كده، طبعا لما تيجي تضرب دي في دي هيطلع لك رقم واحد، هو واحد في واحد، هو رقم اونلي بس تمام. عشان كده انك بتضرب ماتريكس في ماتريكس يعني، بس طبعا هيطلع لك رقم واحد عشان هنا دي هيطلع دايمنشن 1 في 1، هيطلع رقم واحد. فانت كده يعتبر كانك جبت له الواي عند اكس معينه. طيب في حاجه بقى، هو مثلا في السؤال ممكن يديك الاكس نود اللي هو اول صوره اللي هي كانت هنا دي، ان هي الاكس بتساوي نيجاتيف 3 ونص مثلا و2 ونص. طيب انت هتيجي مثلا تضربها، هتضربها ازاي؟ فاهم؟ ان انت زي ما احنا قلنا لازم يكون الدايمنشن اللي جوه شبه بعض. صح؟ طب افرض لو انت ما عندكش واحد، لو الواحد دي مش موجوده هنا، كانك مثلا عملت خط هنا كده مثلا والواحد دي مش موجوده معاك، عندك نيجاتيف 3 ونص و2 ونص، هتلاقي كده الدايمنشن بتاعك، تخيل ان الواحد دي مش موجوده، يبقى كده الدايمنشن بتاعك واحد رو في 2 كولم. كان ده مش موجود. تمام؟ كان الرقم ده هنا مش موجود، كانك انت مثلا عندك اللي هو ده والرقم ده بس اللي موجود عندك في الماتريكس، نيجاتيف 3 ونص ونيجاتيف 2 ونص. طيب لو انت كده كانك عندها 1 في 2، طب انت ازاي هتضرب 1 في 2 في 3 في 1؟ لازم الحاجات اللي جوه يكونوا زي بعض، لكن انت هنا لازم يكون عندك ده 1 في 3 عشان تقدر تضربه في 3 في 1، لكن انت لو هو عطوه لك بالصوره الاولانيه طب انت مزود بقى الواحد من عندك، يعني هو ممكن في الامتحان يديك الصوره دي، فانت عشان تعرف تشتغل وتضرب الماتريكس بتاعتك في بعض لازم تحط انت الواحد اللي من عندك دي، فانت خليك في الامتحان عارف ان هو ممكن ما يقولكش ان دي واحد، ممكن انت تحطها من عندك عشان تقدر تطلع الشكل ده على طول. تمام؟ ده شغل الماتريسيز، يعني انت لازم تكون عارف ان انت عشان تضرب اثنين ماتريسيز لازم يكونوا الدايمنشنز اللي جوه زي بعض، هنا يعني 3 زي 3 تمام؟ لكن انت لو هو مش عارف لك الواحد كان دي زمانها 1 في 2، 1 رو في 2 كولم، فانت كنت تعرف تضربها في دي ان دي 3 في 1، لازم دي عندك تكون 1 في 3، لكن انت لو ما كانش عندك اللي هو الواحد ده فكانت هتبقى 1 في 2، ما كانش هينفع، الجزء ده كان هيبقى 2 وده كان هيبقى 3، فمش هينفع تضرب الماتريكس في بعض. تمام؟ فانت الواحد دي بتحطها من عندك لو هو مش عطاها لك، يعني لو هو مش عطيك ثاني صوره بتحاول تخليها ثاني صوره، بتحطها له زي ثاني صوره، لو هو عطيك اول صوره بتخليها له ثاني صوره اللي هي تبقى 1 والاكس 1 والاكس 2 بتوعك. تمام؟ يعني اللي هو عطاها لك دي على طول اشتغل بيها واضرب الماتريكس زي ما انت عايز، حولها ترانسبوز واضربها في اللي هو البيتا فيك. لكن لو هو عطاها لك باول صوره زود انت واحد عشان تبقى بنفس الشكل ده واعملها ترانسبوز واضربها في البيتا فيك، هتلاقي نفسك طلعت ايه الواي عند قيم معينه. طيب تمام ماشي. نبدا نخش بقى ايه في الرولز المهمه عندنا. قبل بس ما نيجي نخش في منطقه الرولز بس اللي هي بتاعت الاس اس اي والكلام ده، لازم تكون عارف ان انت الاكس ترانسبوز اكس هي راحت فين؟ الاكس ترانسبوز اكس انفرس دي لما تيجي تجيبها خلي بالك عشان هتستخدمها كتير، وبرده الاكس ترانسبوز واي لما تيجي تجيبها خليها على جنب معاك عشان هتستخدمها كتير. هتستخدم القيم اللي انا عطاها لك هنا، القيم اللي انا عطاها لك دي مش اوبشن ان انت تكون مش عارفها، لازم تكون عارفها حتى لو انت هتعمل اللي هو الماتريكس ضرب صف بعمود، لازم تكون عارف القيم دي عشان ممكن في الامتحان نستخدمها في قانون القوانين اللي هتيجي قدام زي ما هتشوف دلوقتي كده. تمام؟ وطبعا قلنا الجزئيه بتاعت اللي انت ما يجي يقول لك مثلا هات لي واي عند قيمه معينه وكده. تمام؟ نيجي نخش بقى في الرولز بتاعتنا. الرولز بتاعتنا اللي هو الاس اس اي، الاس اس اي ده اللي احنا كنا واقفينه في الليكشر 7. تمام؟ استنى استنى هنسمع. الاس اس اي هي الكوين اللي هو اللي احنا كنا واخدينها في الليكشر اللي فاتت اللي هي الواي ترانسبوز واي في 2 ناقص 2
بيتا هات ترانسبوز اكس ترانسبوز واي بلس بيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز اكس في البيتا. طيب ماشي. دلوقتي انا عايز اجيب سيمبل فورم للاف اس اي دي بحيث ان احنا نقدر نسهل الشكل بتاع القانون الكبير ده قوي. احنا ممكن نبدل البيتا هات تمام باي اللي هو الجزء اللي احنا عارفينه، مش احنا عارفين ان البيتا هات بتاعتنا بتساوي اكس ترانسبوز اكس انفرس اكس ترانسبوز واي. احنا ممكن نبدل البيتا هات فيكتور بالجزء ده تمام. فاحنا لو احنا بدلنا البيتا هات، طبعا انت لازم تكون عارف ان القيم بتاعت الاس اس اي هي قيم سكيلر، فالبيتا زي ما احنا قلنا في ليكتشر 7 ان البيتا هات هي البيتا هات ترانسبوز، فاحنا ممكن نبدل دي نحطها هنا تمام. فاحنا هنا لما نيجي نبدل هتبقى واي ترانسبوز واي، طبعا الجزء ده زي ما هو، وبعد كده نبدا نحط بقى البيتا هات ترانسبوز تمام زي ما هي، ونبدا نحط بقى نبدل القيم بتاعت البيتا هات بالقيمه اللي احنا ايه قلناها اللي هي دي اللي هي الاكس ترانسبوز اكس كل انفرس في اكس ترانسبوز واي. طبعا الاكس ترانسبوز اكس هتروح مع الاكس ترانسبوز اكس كل انفرس، اي حاجه هي بس انفرس بتضيع بعضها، هي دي زي دي بس انفرس فبيضيعوا بعض. هيتبقى لك ايه؟ هيتبقى لك الاس اس اي بالمنظر ده اللي هو واي ترانسبوز واي ناقص 2 بيتا هات ترانسبوز اكس ترانسبوز واي. هتلاقي زيها طلعت لك دي، يعني دي زي دي. طيب انت طلع لك ان القانون بتاع الاس اس اي الاخير بيساوي واي ترانسبوز واي ناقص بيتا هات ترانسبوز اكس ترانسبوز واي فيكتور. ده القانون اللي تحفظه وهنحل بيه تمام. وبرده في حته برده هتجي لك بعد ما تخلصوا الليكتشر دي، هقول لك ازاي ممكن تجيب برده الاس اس اي بطريقه ثانيه، عشان انت ممكن في وقت من الاوقات القانون بتاع الاس اس اي ده يطلعها لك ايه بالسالب. طيب ماشي، يبقى انت كده عرفت ان القانون بتاع الاس اس اي بيساوي واي ترانسبوز واي ناقص البيتا هات ترانسبوز اكس ترانسبوز واي. خليك عارف برده ان الواي ترانسبوز واي ده بيساوي هو سميشن واي اي سكوير، يعني انت لو هو عاطي لك الجدول ده ممكن من خلاله تجيب الواي ترانسبوز واي. ازاي؟ ان انت تعمل تربع كل قيمه وتعملها بلس تربيع القيمه الثانيه، يعني 11 سكوير بلس 11 سكوير بلس 8 سكوير بلس 2 سكوير، هيطلع لك القيمه بتاعت الواي ترانسبوز واي تمام. ماشي تمام. يعني انت خليك عارف ان القيمه دي هي السميشن بتاع الواي اي سكوير. طبعا انت لو جبت السميشن بتاع الواي اي سكوير زي ما انا قلت لك هتبقى طالع لك ب 376 تمام. تبدا بقى ايه تجيب اللي هو الحاجات دي، مش انا قلت لك من شويه خلي بالك ان الاكس ترانسبوز واي هنستخدمه اهو جه هنا اهو، الاكس ترانسبوز واي احنا محتاجينه تمام. وفي نفس الوقت اللي احنا كنا جايبينه فوق كنا جايبينه فين؟ الاكس ترانسبوز واي ده اللي احنا كنا محتاجينه اهو، احتاجناه هنا عشان هنضربه في البيتا هات ترانسبوز اللي احنا برده كنا جايبينها من شويه. فانت تضرب ده بده صف بقى يا عمود، هيطلع لك ايه القانون بتاع الاس اس اي اللي هو كان طلع لك في الاخر ب 1.71 تمام. نبدا نخش بقى في قانون ايه الاس اس توتال تمام. الاس اس توتال بتاعك ازاي تجيب الاس اس توتال؟ واي ترانسبوز واي ناقص ان واي باي سكوير. هو نفس القانون تمام، ان هو يعني لو انت عايز تجيبه بالقانون القديم اللي هو بتاع الاس واي واي اللي هو سميشن واي سكوير ناقص ان واي بار كل سكوير، هو الواي ترانسبوز واي هو السميشن بتاع الواي سكوير زي ما احنا قلنا من شويه. الواي ترانسبوز واي هو السميشن بتاع الواي سكوير. ده برضه بيثبت لك ان انت لو عايز اثبات في الاخر ان الواي ان الاس واي واي كانت بتساوي كده سميشن واي اي سكوير ناقص ان واي بار سكوير، هو نفس القانون ده. فدي بتساوي دي اللي هي سميشن واي سكوير بتساوي دي برضه اللي هي الواي ترانسبوز واي. انت دلوقتي تجيب الواي ترانسبوز واي تروح على الجدول بتاعك بتاع السؤال وتاخد القيم بتاعت الواي تربع كل قيمه وتعملها وتعملهم سميشن في الاخر. طيب ماشي، انت عايز تجيب الاس اس توتال، طبعا احنا القيمه دي احنا جايبينها اللي هي بتاعت سميشن واي سكوير كنا جايبينها في عشان نجيب الاس اس اي، فاللي هي 300 كام؟ 76. طيب الواي بار بتاعتك كانت عباره عن ايه؟ الواي بار بتاعتي كانت عباره عن سميشن واي اي على ان. طب في حاجه بقى، ايه اللي هو في الامتحان ما جابلكش القيم، ما جابلكش القيمه بتاعت السميشن واي اي دي، وما جابلكش القيمه بتاعت الاكسات قصدي بتاعت الواي بار تمام. يعني ممكن مثلا يجيب لك كنص مساله، بس انت ممكن تجيب القيمه بتاعت السميشن واي اي دي من حته ثانيه. منين بقى هتقول لي اجيبها؟ من هنا. اي الاكس ترانسبوز في الواي ممكن من خلال الاكس ترانسبوز واي، يعني هو مثلا ممكن يديك يقول لك مثلا الاكس ترانسبوز واي مثلا بكذا، هو عطاه لك على طول، عطاه لك الاكس ترانسبوز واي ب 46 ونيجاتيف 66 و 69، وجا قال لك عايز الاس اس توتال. طب انت الاس اس توتال دي هتجيبها منين؟ لازم تكون عارف بقى ان انت عندك ان الجزء الرقم الاولاني في الاكس واي في الاكس ترانسبوز واي هو السمشن بتاع الواي اي، عشان لو هو ما عطاكش الجدول ده وعطاك مثلا القيم على طول، يعني هو ممكن مثلا يديك في الامتحان ايه؟ يديك الاكس ترانسبوز اكس ويديك الاكس ترانسبوز واي ويديك ال بس دول اللي يديهم لك، ويقول لك طلع لي مثلا ايه البيتا فيكتور. دي سهله تطلعها بالقانون بتاع البيتا فيكتور اللي هو بتاع الاكس ترانسبوز اكس كل انفرس تايمز الاكس ترانسبوز واي.
بس هو ممكن ما يدكش بقى الجدول اصلا ويديك زي ما انا قلت لك، يديك الاكس ترانسبوز اكس ويديك الاكس ترانسبوز واي، ويقول لك مثلا هات لي الاس اس توتال. طب الاس اس توتال انت عايز تجيبها ازاي؟ الاس اس توتال بتساوي القانون ده، تمام؟ فانت لو انت ما عندكش الارقام فانت مش هتعرف تجيب سمشن واي اي، بس سمشن واي اي هو عطاها لك في الاكس ترانسبوز واي. الاكس ترانسبوز واي اول رقم فيها هو بتاع السمشن واي اي، تقوم انت واخده ورايح معوض هنا اهو اللي هو ال 46، تمام؟ ففي حاله ان هو ما عطاكش الجدول وانت عايز تجيب السمشن واي اي، خليك عارف ان هو اول رقم في الاكس ترانسبوز واي هو ده الواي السمشن بتاع الواي اي، وانت طبعا بيكون عندك الان في سمشن واي اي على ان يديك الواي بار، تربها طلعت الاس اس توتال بتاعتك اللي هي بكام؟ ب 73.71. طبعا انت عارف ان الاس اس ان الاس اس ار لو هو عايز يطلبها منك ان الاس اس ار بتساوي الاس اس توتال ناقص الاس اس اي، فتيجي تطلعها هتلاقي طالعه لك بكام؟ ب 72. طيب ماشي، لو انت عايز تجيب الايه الام اس اي او السيجما هات سكوير، اللي هو ان طبعا ان كيس ان السيجما سكوير مش موجوده، فانت طبعا بتكون محتاج تجيب الاستيميتور بتاعها اللي هو الام اس اي. الام اس اي لو تفتكر في ستيمبل ريجريشن كان بيساوي الاس اس اي على ان ناقص 2. ليه كان ان ناقص 2 بقى في السيمبل ريجريشن؟ عشان انت كان عندك تو كونسترينز بس، فانت عشان كده كنت بتعمل ان ناقص عدد النمبر اوف كونسترينز بتوعك، لكن انت عندك هنا بي نمبر اوف كونسترينز اللي هو النمبر اوف كونسترينز بتاعك على حسب السؤال اللي هو هيديه لك يعني. طيب تمام ماشي. انت هنا هتعمل اللي هو الاس اس اي اللي هو هيطلع لك اللي هي 1.71 على 7 ناقص 3. 7 ناقص 3 دي اللي هو الان بتاعتي، و3 ده اللي هو نمبر اوف كونسترينز بتوعي اللي هو البيتا نود والبيتا 1 والبيتا 2 اللي هم كانوا موجودين في السؤال الاصلي بتاعك، هيطلع لك بكام الان اس اي؟ ب 0.43. طيب خلينا نفتكر شويه حاجات من اللي هو عشان نبدا نخش على شغل الانوفا تيبل ده والتستنج وكده، تمام؟ ان انت كان عندك ان الاس اس توتال بتاعتك كانت بتساوي الاس اس اي بلس الاس اس ار. طيب لو انا عايز اقسم على سيجما سكوير ليه بقى؟ عشان اعرف اجيب اللي هو الديستريبيوشن بتاع بيت بقى ايه؟ فانا طبعا لو انا عندي الاس اس توتال تمام وجيت قسمتها على سيجما سكوير ده هتطلع كاي سكوير ده ان ناقص 1. تمام، طب هو ليه هنا كاي سكوير ده ان ناقص 1؟ عشان انا بدور على فاريبل واحد عشان احسبها وهو الواي، يعني عشان انا اعرف اجيب اصلا الاس اس توتال زي ما احنا قلنا هنا كانت محتاجه الواي. فانا عشان لو انا عايز اجيب الاس اس توتال فهو الكونسترين بتاعي الواي هو الوحيد اللي عندي، عشان كده هي كاي سكوير ده ان ناقص 1، عشان كده عملنا ان او ناقص 1، عشان كده عملنا ناقص 1. طيب ماشي، الاس اس اي لو جينا عملناها قسمناها على سيجما سكوير ده هتطلع كاي سكوير ده ان ناقص بي. طب ليه هنا ان ناقص بي؟ عشان انت على حسب نمبر اوف كونسترينز اللي انت عايز تجيبها، انت عشان تقدر تجيب الاس اس اي لازم يكون عندك البيتا، لازم يكون عندك البارامترز بتوعك اللي هم مثلا البيتا نود والبيتا 1 والبيتا 2 لحد بقى ايه عدد من البارامترز بتوعك، فانت عشان كده هنا هتطلع كاي سكوير ده ان ناقص بي. طيب ماشي، لو انت عايز تجيب الديجري اوف فريدم بتاعه الاس اس ار كنا بنعمله ايه؟ انت طبعا عندك هنا دي الاس اس توتال بتتبع الكوي سكوير ان ناقص 1، وهنا الاس اس اي كانت بتتبع الكوي سكوير ان ناقص بي. طيب هنا بقى بن ايه بالمفهوميه كده دي هتطلع بكام؟ طبعا عشان انت طبعا كده كده عشان احنا عارفين هي تطلع بكام، عندك هنا ان ناقص 1 بتساوي ان ناقص بي تمام بلس اللي هي الحاجه بقى اللي هتطلع في الايه في الديجري اوف فريدم بتاعه الاس اس ار. بس انت اصلا عارف من ليكتشر 7 ان البي بتساوي كي بلس 1 تمام. طب نيجاتيف بي بتساوي نيجاتيف كي ناقص 1، فانت ممكن تشيل النيجاتيف بي دي وتحط مكانها نيجاتيف كي ناقص 1، هتودي هتودي هنا وتجيب هنا ومش عارف ايه، هتلاقي في الاخر ان الايه ان الديجري اوف فريدم بتاعت الاس اس ار بكي، عشان انت هنا طبعا لو حطيت كي تمام هتلاقي في الاخر كي راحت مع السلب كي هتفضل لك ان ناقص 1 اللي هو الجنب اللي على الشمال. يبقى انت كده عندك الديجري اوف فريدم بتاعت الاس اس ار الكي اللي هو النمبر اوف فيتشرز بتوعي، والديجري اوف فريدم بتاعت الاس اس اي اللي هو ان ناقص بي اللي هو ان ناقص عدد البارامترز بتوعي، وهي طبعا ان ناقص 1 عشان الاس اس توتال تمام. انت بقى نعمله ايه شغل الانوفا تيبل بتاعنا؟ انت طبعا كنت عارف ان في الانوفا تيبل عندك ريجريشن وعندك نسبه ايرور او ريزيدوال تمام. فانت بيكون عندك هنا قيم الاس اس اللي هو السم سكوير والديجري اوف فريدم والام اس اللي هو المين سكوير تمام، واللي هي القيمه بتاعت الاس اللي هي بنقارن بيها في التيست اوف هايبوثيسيس بتاعنا. طيب ماشي، اول حاجه عندك الاس اس ار اللي هي اس اس ريجريشن سم اوف سكوير ريجريشن الاس اس ار، طبعا احنا كنا جايبينها ب 72 في ايه في الصفحه اللي فاتت ايه تمام. وهنا دي عندك الاس اس اي اللي هو الاس اس اي اللي هي بتاعت اللي يعتبر السم اوف سكوير ايرور تمام، كنا جايبينها برده في البتاع اللي فات. طيب الديجري اوف فريدم كام بتاعت الاس اس ار؟ احنا قلنا الديجري اوف فريدم بتاعت الاس اس ار اللي هي الكي عدد البارامترز بتوعي. طب انت كان عندك هنا كام بارامتر؟ كان عندك بيتا عادي اه كان الكي دي اللي هي نمبر اوف الفيتشر، فانت كان عندك كام فيتشر عندي في المعادله بتاعتي بتاعت المساله؟ المساله بتاعتك كانت بتقول واي ايكوال بيتا نود بلس بيتا 1 اكس 1 زائد 2 اكس 2، يبقى انت كده عندك رقم الفيتشرز بتوعك
اكس 1 واكس 2، فانت كي سنس ان كي ان العدد فيتشرز 2 يبقى انت كي عندك ب2 هي كمان، فالديجري اوف فريدم بتاعه الاس الاس اس ار بتكون 2. طب عشان تجيب الام المين سكوير ريجريشن كنت تقسم الاس اس ار على الكي، تقسم الاس ار على الديجري اوف فريدم بتاعتها اللي هو 72 على 2 تمام، وعشان تجيب مثلا المين سكوير ايرور كنت بتقسم الاس اس اي على الديجري اوف فريدم بتاعتها 3 بتاعك اللي هو 0.43. طيب عشان تجيب الاف نود، الاف نود دي طبعا اللي كنا بنحاول نوصلها في الاخر عشان نقدر نقارن بيها ونعمل تيست اوف هايبوثيسس والكلام الجميل ده كله. فالاف نود بيساوي الام اس ار على الام اس اي اللي هو طلع لك في الاخر بتاعنا برقم 83.7. طيب ماشي كده انا قدرت اعمل الانوفا تيبل، وسنس ان انا قدرت اعمل الانوفا تيبل وطلعت الاف نود بتاعتي يبقى انا كده اعمل اقدر اعمل تيست اوف هايبوثيسس واطلع ديسيجن. ده الشغل بتاع السيمبل بالظبط. السيمبل كنا بنعمل تيست اوف هايبوثيسس عشان نعرف مثلا هل في ريليشن ولا مفيش ريليشن. طيب ماشي بعدين هنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل اللي هو الانوفا تيست بحيث ان احنا نقدر نشوف الفيتشر دي مهمه ولا مش مهمه. طيب ماشي، بس في حاجه في عيب عندي من عيوب الاف تيست ان هو ما يقدرش يحكم مين فيهم بالظبط اللي ايه اللي المهم عندي قوي. ان هو هنا بيقول لي عيب ان الاف تيست ان هو لو عندك بيتا نود وبيتا واحد بيتكلم على الاثنين مع بعض. يعني هو هنا قال لك ان مثلا البيتا 1 ايكوال بيتا 2 ايكوال 0، there is no linear relationship، مفيش بيتا ريليشن اصلا. طيب العكس at least بيتا اي نوت ايكوال 0، يعني طبعا لو انت عملت ريجكت ده تمام يبقى انت كده عملت اكسبت ده. فهو هنا في الاتش اي لما كنا بنيجي نعمل الاف تيست عادي جدا كان بيقول لك ايه ان هم لا في بينهم ريليشن. طب انت برده مش عارف مين فيهم اللي امبورتنت، يعني مش عارف مين فيهم اللي تاخده، مين فيهم اللي تاخده على محمل الجد. انت ممكن يكون عندك البيتا 1 هو اللي امبورتنت والبيتا 2 اللي مش امبورتنت، وممكن يكون العكس البيتا 2 هو اللي امبورتنت والبيتا 1 هو اللي مش امبورتنت، وممكن يكون الاثنين مع بعض. انت ممكن يكون لي في علاقه ما بين الواي والاكس 1، وممكن يكون في علاقه ما بين الواي والاكس 2، وممكن يكون في علاقه ما بين الاثنين. يعني ممكن الواي يكون الاكس 2 بالنسبه له مهمه والاكس 1 بالنسبه له مهمه. لكن من عيوب الاف تيست العادي اللي هو بتاع الانوفا تيبل ان هو ما بيوصلكش ان انت تعرف هل الفيتشر دي فعلا مهمه ولا لا. هو بيهم مش بيقول لك هو بينك ان في بينهم رينيال ريليشن شيب، فانت كده كده على الاقل ان البيتا اي سواء البيتا 1 او بيتا 2 هم نوت ايكوال 0، يعني في رينيال ريليشن شيب ما بينهم. بس مين فيهم المهم ما بيقولكش. ماشي خلينا برضو ناخد ايه الكلام واحده واحده. هنا الاف نود احنا كنا جايبينها من الانوفا تيبل بكام؟ ب 83.7. طيب تمام، نجيب بقى الاف كريتيكال زي ما كنا بنجيبها عادي في الشغل بتاع السيمبل، اف الفا وكي وان ناقص بي تمام. هتلاقي في الاخر طلعت لك بكام؟ ب 6.95. طيب ماشي، هتلاقي ان الاف نود بتاعتي اكبر من الاف كريتيكال، لان انا عملت ريجكشن للاتش نود. يبقى كده طالما انا عملت ريجكشن للاتش نود يبقى انا كده ان اللي هو الاولاني ده غلط. يبقى احنا كده عندنا فيه ان فيه لينير ريليشن شيب زي ما انا كاتب تحت هنا، ذيز لينير ريليشن شيب. بس انا من خلال الاف تيست العادي ما اقدرش احكم، ما اقدرش احكم مين فيهم المهم، مين فيهم الافكتيف. ان انت لازم تعرف مين في الفيتشرز بتاعتك القيمه الافكتيف. طب انا هعرف ازاي بقى القيمه الافكتيف؟ يعني مثلا عايز اعرف مثلا هل الاكس 1 هي اللي مهمه اكتر فانا ممكن ما استغناش عنها، ولا الاكس 2 مش مهمه اصلا فممكن استغنى عنها ومش مهمه خالص. فدي بقى حاجه تخلينا نبدا نعمل حاجه اسمها البارشال اف تيست بدل الاف تيست. الاف تيست هو اخر يقول لك ان في لينير ريليشن شيب لكن ما يقولكش مين فيهم الامبورتنت عن الثانيه. يعني هو احنا كل عايزين نوصل له في الاخر مين الفيتشر المهم عن الثانيه، عشان لو في فيتشر مهمه قوي هي دي اللي ناخدوها ونعمل الثانيه اكسكلود، والعكس صحيح انه لو فيتشر ثانيه هي اللي مهمه الاولانيه نعمل لها ايه اكسكلود، وطبعا لو الاثنين مهمين مش بنعمل لهم اكسكلود وبناخدهم طبعا. وطبعا ده على حسب التست اللي احنا هنعمله دلوقتي. طيب ماشي خلينا ناخد ايه البارشال اف تيست. طيب ماشي احنا كده قلنا ايه ان البارشال اف تيست بيساعدنا ان احنا نعرف اي فيتشر بالظبط عندي هي اللي مهمه قوي. طيب ده هيمشي ازاي؟ انا عندي الموديل بتاعي اللي هو الواي ايكوال البيتا نود هات بلس البيتا 1 هات اكس 1 بلس البيتا 2 هات اكس 2، وانا عايز اعمل اف تيست تمام. الاف تيست ده عشان اعرف اختار انهي فيتشر فيهم هي اللي امبورتنت، انهي فيتشر فيهم هي اللي ما اقدرش استغنى عنها ابدا. وبرضه البارشال اف تيست ده بيعرف بحاجه اسمها الفيتشر سيليكشن. ليه هو اسمه الفيتشر سيليكشن؟ طبعا الحاجات دي بتتعمل في الشغل بتاع الريجريشن وده ممكن نكون نفذناه في البروجكت، يعني ان احنا بنسلكت مجموعه من الفيتشرز واشوف ايه اللي ينفعني منها. وانا ممكن مثلا اكون مثلا ببني الموديل بتاعي واعمل مثلا سيليكت، مثلا انا عندي داتا سيت مثلا معينه وفيها فيتشرز كتير مثلا، المفروض ان انا عندي ديبندنت فاريبل واندبندنت فاريبل. زي طبعا الديبندنت عندي اللي هو الواي، الاندبندنت زي الاكسات اللي هي الفيتشرز اللي عندي. وانا مثلا في الداتا سيت اللي عندي في فيتشرز لو انا حطيتها وجيت اقيس مثلا الار سكويرد والام اس اي هلاقي ان الام اس اي مثلا بيعلى والار سكويرد بتاعتك بتقل. هتلاقي مثلا الاكيورسي بتاعت الموديل بتاعتك بت ايه لو الفيتشرز دي مش مهمه. كل ما الفيتشرز بتاعتك تكون مش مهمه وانت حاططها في الموديل بتاعك بتحشر الموديل بتاعك فيتشرز ملهاش لازمه، الاكيورسي بتاعت الموديل بتاعك بتقل. وده اللي انت مش عايز توصل له. اللي انت بتكون عايز توصل له وانت شغال في ريجريشن بروجكت ان انت
تقدر توصل لاعلى اكيورسي للموديل بتاعك. فعشان كده بتعمل الشغل بتاع الفيتشر سيلكشن او البارشال انفرنس بحيث ان انت تقدر تعمل تختار مين الفيتشر المهمه وتعمل لها انكلود، والفيتشر اللي مش مهمه تعمل لها اكسكلود. خلينا نعرف الكلام ده احنا بنعمله ازاي اصلا. خلينا هنا مثلا انا عايز اعمل اف تيست هنا عشان اسلكت الفيتشر اللي ينفع. مثلا انا اخد الاكس 1 وما اخدش الاكس 2، فانا مثلا عايز اعرف مين فيهم الاكس 1 او الاكس 2 مين فيهم الفيتشر اللي انا هاخدها ودي اللي هتكمل معايا. عشان برضو ايه عشان ما هو في الاف تيست الاولانيه خالص هو قال لي ان في علاقه، مثلا هو انا قال لي ان هو في ريجكت اتش نود وقال لي ان في لينير ريليشن شيب، بس ما قاليش مين فيهم الفيتشر المهمه. لكن في البارشل اف تيست هو هيوصل لي مين الفيتشر المهمه ومين الفيتشر الامبورتنت. طيب ماشي، هي كده نمشي واحده واحده. اول حاجه الاتش نود، طبعا عندك مثلا انت مثلا هنا عايز تيست على الفيتشر اللي هي بتاعت الاكس 2، هل هي امبورتنت ولا مش امبورتنت؟ فانت طبعا اول حاجه بتعمل الاتش نود بتاعتك ان البيتا 2 دي بصفر، اللي هو الكوفيشنت بتاع الفيتشر بتاعتك اللي هو البيتا 2 ده بصفر، ده معنى كده معناها ان هي ايه مش مهمه، تمام؟ واحنا هنعمل لها اكسكلود من الداتا بتاعتنا. طيب لو البيتا 2 نوت ايكوال زيرو، اللي هو البارت بتاعنا الثاني بقى، ان البيتا 2 لو هي مش بزيرو يبقى انا كده عملت ريجكت الاتش نود، يبقى معنى كده ان البيتا 2 از امبورتنت، يبقى معنى كده ان البيتا 2 از امبورتنت، يبقى معنى كده ان التيست بتاعك افكتيف تو اكس 2، يعني الاكس 2 دي هي الامبورتنت بتاعي وهكذا. طيب ماشي، لو العكس تمام، لو العكس يبقى الاكس 2 مش مهم والموديل بتاعي مثلا معتمد على الاكس 1. فاحنا دي بنعرفها ازاي؟ طبعا بنفرض احنا مثلا عايزين نتست على فيتشر معين، عايز مثلا تست على فيتشر اللي هو بتاع اكس 2 عشان اشوف هعمل له فيتشر سيلكشن ولا لا، هختاره ولا لا، ومعامل ان البيتا 2 بيساوي صفر، معنى كده ان هي مش مهمه، والفرض الثاني ان البيتا 2 نوت ايكوال زيرو، يبقى معنى كده ان هي ايه؟ ان هي مهمه، في ان هي دي امبورتنت عندي. طيب الكلام ده بقى انا هعمله ازاي؟ في هنا طبعا الاف نود، الاف نود اللي احنا كنا بنعملها في الجزء بتاع الانوفا تيبل كان ليه قانون معين اللي هو الان اس ار على الان اس اي زي الشغل بتاع الانوفا تيبل عادي كنا بنطلعه. هنا بقى القانون مختلف شويه في البارشل اف تيست، عشان نقدر نعمل القانون ده بنعمل الاس اس ار بتاعت الفول موديل ناقص الاس اس ار بتاعت الفيتشر اللي هو بتاع الاكس 1. انت مثلا هنا بتست على الاكس 2 فبتعمل اللي هنا الاس اس ار بتاعت اللي هي ايه بتاعت العكس، انت هنا بتست على الاكس 2 تبقى عامل اس اس ار بتاعت الاكس 1 او بتاع الفيتشر اللي انت عملت له اللي انت بتستخدمه عشان تتبع فيتشر اللي انت عايز تشوفه ايه دنيته ذات نفسه. فانت مثلا هنا عشان ما تتلخبطش برضو، انت مثلا بتست على اكس 2 تبقى انت عامل الاس اس ار بتاعت الفول موديل ناقص الاس اس ار بتاعت الاكس اللي هي اللي انت مش بتعمل لها ايه تست، تمام؟ فانت هنا بتست على اكس 2 بتبقى عامل ناقص الاس اس ار بتاعت الاكس 1. بتقسم بقى على ايه؟ انت عندك اصلا اثنين فيتشرز، هي الفيتشرز اللي عندك هنا فاهم اثنين، تمام؟ تمام. فانت عندك الفيتشرز بتاعت الفول موديل اثنين، وعندك الفيتشر اللي انت بتست عليها واحد، فاثنين ناقص واحد يديك ايه؟ واحد. فانت بتقسم على واحد، انت بتقسم على عدد اللي هو الفيتشر بتاعت الفول موديل ناقص الفيتشر اللي عدد الفيتشرز اللي انت بتستخدمه، فاثنين ناقص واحد تمام يديك كام؟ يديك واحد. فانت بتقسم على واحد وبتعمل تحت الام اس اي، الام اس اي دي ثابته في كل القانون، يعني الاف نود دايما اللي موجود في الشغل اللي موجود في المقام هو ثابت، الام اس اي موجوده زي ما هي، والاس اس ار بتاعت الفول موديل ناقص الاس اس ار بتاعت الاكس اللي انت مش بتست عليها، انت بتست عليها على اكس 2، هنا بتست على اكس 2 او البيتا 2، فتبقى عامل ناقص الاس اس ار بتاعت الاكس 1، وتقسم على عدد الفيتشرز الكلي ناقص الفيتشر اللي انت ايه استخدمتها، تمام؟ الفيتشرز اللي انت استخدمتها، فانت هنا مثلا كام؟ 6 عندك هنا قصدي مثلا 2 ناقص 1، تمام؟ انت بتست عندك كام فيتشر؟ 2 واستخدمت واحد عشان بتست عليه، فاثنين ناقص واحد يديك واحد. طيب تمام. لان انا اصلا عايز اتكلم عن الريجريشن اللي جاي من بيتا 2، فهشيل منها الاس اس ار اللي جاي من الموديل اللي في الاكس 1، لان انا اصلا بتكلم دلوقتي انا بتست على الاكس 2، فانا بشيل منها الاس اس ار بتاعت الموديل الاس ار اللي جاي من الموديل اللي فيه اكس 1 عشان اقدر اوصل للتست اصلا بتاع الاكس 2. طيب ماشي. مش انا عايز اصلا الاكس 2 دي، مش الاكس 2 دي اللي انا هشيلها، تمام؟ فهخلي الاكس 1 في الفرق بين الكلي والاكس 1 يمثل الريجريشن اللي جاي من اكس 2. طبعا الكلام ده ايه؟ كلام نظري، خلينا نسيبنا منه يعني. فلازم تكون عارف ان الاف نود بتاعنا يكون جاي من الاس اس ار بتاعت الفول موديل ناقص الاس اس ار بتاعت الاكس العكس اللي احنا بنتست عليها، طبعا انت بتست على الاكس 2 وتبقى عامل ناقص اللي هي اللي عكسها الاكس 1، الاس اس ار بتاعت الفول موديل ناقص الاس اس ار بتاعت الاكس 1، تمام؟ على 1 اللي هو عدد الفيتشرز، 2 ناقص 1 عشان استخدمت 1 بتست عليه، ف2 ناقص 1 يديك ايه؟ يديك 1. طيب ماشي. زي مثلا انا عندي 6 فيتشرز وانا بتست على 2، زي مثلا انا عندي مثلا 6 فيتشرز وعندي بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3 وبيتا 4 وبيتا 5، وانا مثلا عايز اتست البيتا 2 ايكوال مثلا اول الفرض عندي، هل البيتا 2 ايكوال البيتا 3 ايكوال صفر ولا البيتا 2 نوت ايكوال البيتا 3 نوت ايكوال صفر؟
تمام، يبقى انا كده عندي 6 فيتشر تمام، وانا استخدمت منهم 2 يعني 6 ناقص 2 يبقى انا كمان اعمل ديفايدد باي 4. عشان لو خدت بالك هنا قسمنا على 1، ادي قسمنا على 1 ليه؟ عشان 2 ناقص 1 2 عدد الفيتشرز اللي عندي تمام، و1 ده اللي انا استخدمته عشان اتست عليه، ف2 ناقص 1 طيب بتقسم على العدد بتاع الفيتشرز اللي انت ما عملتلوش اكسكلود، انت عملت اكسكلود للبيتا 2 او للاكس 2 وتفضل لك ايه الاكس 1 ده اللي انت تشتغل بيه وتجيب الاس اس ار بتاعته، فده اللي بتقسم على العدد بتاع الفيتشر بتاعه. فقلت ان مثلا انت عندك 6، انت عندك مثلا 6 فيتشرز تمام، وانت مثلا عايز تست مثلا على اكس 2 واكس 3 فتفضل لك كام فيتشر تانيين؟ 4. هم دول بقى اللي انت بتشتغل بيهم وتجيب الاس اس ار عليهم بحيث ان انت تطلع وتكمل الشغل بتاعك يعني تطلع الاس نوت بتاعتك. فانت عشان ما تلخبطش نفسك بتشوف انت مثلا عندك 2 فيتشر تمام، وانت بتست على ايه؟ على فيتشر، على فيتشر من الاثنين، فيبقى 2 ناقص 1 بتقسم على 1. طب انت مثلا لو عندك 6 فيتشر وانت مثلا بتست على 2 يبقى 6 ناقص 2 ايكوال 4 تمام كده؟ تمام. فانت مثلا عندك الاف نود بتساوي الاف نود بتساوي ايه؟ الاس اس ار بتاعت الفول موديل. الاس اس ار بتاعت الفول موديل اللي احنا جبناها من شويه اللي هي كانت هنا، هي راحت فين؟ اهي دي اللي هي 72. طيب الاس اس ار بقى بتاعه الاكس 1 دي بنجيبها منين؟ طبعا هو ممكن يكون عطيك في الامتحان المعادله بتاعه الواي اللي هي فيها اكس 1 اللي هي الواي بتساوي 46 على 7 ناقص 66 على 68. دي البيتا نود ودي البيتا 1. دي المعادله دي جايه من السمبل ريجريشن. لو انت استخدمت لو انت عملت سمبل ريجريشن عادي باستخدام الاكس 1 هطلع اللي هو البيتا نود والبيتا 1. طبعا عايزك تاخد بالك ان البيتا نود والبيتا 1 ما لهمش علاقه خالص الحته دي بالبيتا نود والبيتا 1 اللي انت جبتهم في الاول خالص اللي هي في البيتا فيكتور، ما لهمش علاقه بيهم. ده ممكن انت تشتغل الشغل بتاع السمبل ريجريشن عادي جدا تمام، وتطلع المعادله بتاعت اللي هي البيتا نود والبيتا 1 وترجع تمام. طب انت بقى جايب الاس اس ار بتاعت الاكس 1 ازاي؟ بان انت تعمل القانون بتاع الاس اس ار اللي هو البيتا 1 سكويرد اللي كان موجود في السمبل ريجريشن قيمه الاس اكس اكس. طيب ماشي حلو. فانت عندك هنا البيتا 1 اللي احنا جبناها هنا اهي تعمل لها سكويرد قيمه الاس اكس اكس. الاس اكس اكس كانت بتساوي ايه؟ سمشن اكس سكويرد ناقص ان مضروبه في اكس بار الكل سكويرد. طبعا انت عندك الاكس 1 بكذا، طب انت جايب السمشن بتاعها وقاسمهم على ان وجايب الاكس بار وطبعا عامل لها سكويرد، هتلاقي نفسك طلعت لك في الاخر الاس نود بتاعتك ب 18 و6. طيب ماشي، هحكم بقى ازاي ان البيتا نود مهمه ولا لا؟ ان انا اجيب الاف كريتيكال. طب الاف كريتيكال بتساوي ايه هنا؟ بتساوي اف الفا وواحد وان ناقص دي. طب الواحد ده جه منين؟ هو الرقم اللي انا قسمت عليه فوق تمام، هو الرقم اللي انا قسمت عليه فوق. يبقى اف الفا وواحد وان اربعه اللي هو ان ناقص دي، لان عندي كانت بكام؟ كانت بسبعه والبي كانت بثلاثه اللي هم بيتا نود وبيتا واحد وبيتا اثنين، يبقى سبعه ناقص ثلاثه اديك اربعه. الاف كريتيكال دي طلعت بسته عندي. طيب ماشي، نشوف بقى الاف نود طلعت بكام؟ الاف نود طلعت بكام ب 18.6 والاف كريتيكال طلعت ب 6. يعني معنى كده ان الاف نود اكبر من الاف كريتيكال، يبقى انا عملت ريجكشن للاتش نود. طب ايه ريجكشن الاتش نود اللي انا عملته دي؟ ريجكشن الاتش نود يبقى انا كده قلت له ان البيتا 2 ما بتساويش 0، يبقى معنى كده ان البيتا 2 دي نوت ايكوال 0. ده الفرض اللي انا ايه قبلته اللي هو بيتا 2 نوت ايكوال 0، يبقى معنى كده ان دي مهمه ان انا ما اقدرش استغنى عنها خالص. يبقى اتليست يبقى انا كده عندي اتليست ان انا ما اقدرش استغنى على الاكس 2. الاكس 2 بالنسبه لي امبورتنت، يبقى على الاقل ان البيتا 2 عندي امبورتنت تمام، وما اقدرش استغنى عنه ابدا. طب انا لو عايز اعمل نفس الحوار ده تاني بس عشان اتست بقى على الاكس 1 وعامل ايه؟ انا دلوقتي عايز اتست، الاول كنا بنتست على الاكس على الاكس 2، لكن انا دلوقتي عايز اتست اعمل هايبوثيسز على الاكس 1، هل هي امبورتنت اخدها في الحسبان ولا ما اخدهاش؟ او عامل الفروض بتاعتي اتش نود ايكوال بيتا 1 ايكوال 0، ده معناه الفرض ده ان البيتا 1 او الاكس 1 عندي مش مهمه، مش هتاثر معايا. طيب البيتا 1 نوت ايكوال 0، ده معناها ان انا كده لو قبلت الفرض ده فمعنى كده ان هي مهمه عندي ولازم اخدها في الحسبان. طيب اعمل ايه؟ اعمل برضو اجيب الاف نوت بتاعتي. طب الاف نوت بتاعتي دي هتختلف عن الاف نوت بتاعت المره اللي فاتت. الاف نوت دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي اس اس ار بتاعت الفول موديل تمام، والام اس اي ده ثابت زي ما انا، ده مش بيتغير، كتمت في المقام مش بيتغير، والاس اس بتاعت الاس اس ار بتاعت الفول موديل ما بتتغيرش. ايه اللي بيتغير بقى؟ الاس اس ار هنا دي، انت هنا بتست على ايه؟ بتست على اكس 1، تقوم عامل اس اس ار عكسها، اس اس ار بتاعت الاكس 2. طب الواحد دي جت منين؟ انت كان عندك كام فيتشر؟ 2 فيتشر. بتست على كام واحد؟ على 1، يبقى 2 ناقص 1 يساوي 1 تمام. يبقى انت كده عندك 72 دي بتاعت الاس اس ار بتاعت الفول موديل، والاس اس ار بتاعت الاكس سكوير الاكس 2. طب الاس اس ار بتاعت الاكس 2 دي جت منين؟ الاس ار بتاعت الاكس 2 كانت ب 70. طب جت منين؟ ان انت تعمل سمبل لينير ريجريشن عادي لو هو ما اعطاكش المعادله دي تمام؟ طب انت عامل سمبل لينير ريجريشن عادي خالص عندك زي الشغل اللي كنا بنستخدمه في سمبل ريجريشن، وتطلع البيتا نود والبيتا 2 تمام؟ وبعد ما تطلع البيتا نود والبيتا 2 تمام؟
تقوم ايه واخده ومطلع القانون بتاع الاس اس ار عن طريق البيتا 2 سكويرد تايمز الاس اكس اكس. القانون بتاع الاس اس ار عادي خالص اللي كنا بنستخدمه في السمبل ريجريشن. فهنا اصلا دي يعتبر ان انت اول حاجه انت عايز تست على ايه عشان تختبر سيستماتيك دماغك، بتست على الاكس 1 تمام. تقوم اول حاجه فورد الفلو بتاعتك الاتش نوت بتساوي البيتا 1 بتساوي 0 والاتش اي بتاعتك البيتا 1 نوت ايكوال 0. دي معناها ان الاكس 1 مش مهمه ودي معناها ان الاكس 1 مهمه. تبدا تجيب الاف نود الاف نود الاس اس ار بتاعت الفول موديل ناقص الاس اس ار بتاعت عكس الحاجه اللي انت بتست عليها. الحاجه اللي انا بتست عليها انا ايه اكس 1 تقوم جايب الاس اس ار بتاعت الاكس 2 وتقسم على كام؟ على 1. ليه على 1؟ عشان انت عندك عدد 2 فيتشر وانت بتست على 1 ف2 ناقص 1 يديك 1 وتقسم على الام اس اي. طيب الاس اس ار بتاعت الاكس 2 دي تجيبها ازاي؟ عن طريق المعادله بتاعت السمبل ريجريشن اللي هو بيكون عطاها لك جيفن، يا اما انت بتشتغل الشغل بتاع السمبل ريجريشن عادي خالص بتاعك وتطلع ايه؟ وتطلع البيتا نود والبيتا 2. طب واخد البيتا 2 اللي انت طلعتها دي ورايح حاسب الاس اس ار بتاعت الاكس 2 عن طريق البيتا 2 باور 2 تايمز الاس اكس اكس، طلعت الايه؟ الاف نود بتاعتك. طيب الاف كريتيكال بتاعتك بتساوي كام؟ اف بالفا وواحد اللي هو الرقم اللي انا قسمت عليه هنا تمام؟ وان ناقص بي هيطلع لك بسته تمام؟ هي الاف كريتيكال. هتلاقي هنا ان الاف نود اللي انت كنت بتطلعها باربعه والاف كريتيكال بستة، يبقى كده الاف نود اصغر من الاف كريتيكال. معنى ان انت عملت كده ان انت عملت فيل تو ريجكت اتش نود، معنى كده ان انت عملت اكسبت للاتش نود. طب ايه اصلا الاتش نود اللي كان عندي؟ ان البيتا 1 ايكوال 0. عرفنا ان البيتا 1 ايكوال 0 يبقى معنى كده ان الاكس 1 عندي مش امبورتنت. فلما الاكس 1 مش امبورتنت مش هتعمل لها سيلكشن من اساسه واقدر استغنى عنها. يبقى انا كده الموديل بتاعي ممكن يكون فيه الموديل بتاعي كان فين او ممكن استغنى عنها الاكس 1 لان هو عندي مش مهم، لان الاتش نود طلعت اصغر من الاف كريتيكال. يعني كده معناه ان انا عملت ريجكشن للاتش نود، يبقى معنى عملت ريجكشن للاتش نود يبقى انا قصدي اكسبت للاتش نود. فمعنى كده ان انا عملت اكسبت للاتش نود ان الاكس 1 بتاعتي مش مهمه، ممكن اشيلها من الموديل بتاعي، لان انا لو فضلت سايبها في الموديل بتاعي يبقى معنى كده ان انا ايه بقلل الاكيورسي بتاعتي، لان هي اصلا فيتشر مش مهمه مش بتاثر اصلا. فمعنى كده ان الاكس 2 لما جيت عملت عليها تيست تمام طلعت ان الاكس 2 مهمه والاكس 1 مش مهمه. يبقى انا كده قدرت اعمل ايه؟ فيتشر سيلكشن، ان انا عرفت مين الفيتشر المهمه عندي ومين الفيتشر اللي مش مهمه. الفيتشر المهمه عندي هي اللي ايه اللي انا قدرت اعمل لها سيلكت تمام، وقدرت ان انا بالاختبار بتاع البارشل اف تيست اعرف ان هي مهمه، والفيتشر اللي مش مهمه خلاص هستغنى عنها مش مهمه اصلا عشان ما توقعيش الاكيورسي بتاع الموديل بتاعي. فبس فكل اللي احنا قلناه في المحاضره دي ان احنا ازاي نشتغل الشغل بتاع المالتي ريجريشن وازاي نطلع قوانين تمام، وازاي نجيب البيتا فيكتور تمام اللي هي دي تمام، وازاي نكون عارفين ان احنا نجيب اللي هو الواي عند قيمه معينه، وازاي عرفنا القصه دي كلها تمام، وازاي عرفنا الاس اس اي والاس اس توتال الكلام ده يجي ازاي، وعرفنا ان احنا نعمل كونستراكت للانوفا تيبل تمام، وعرفنا نجيب مين الحاجات دي ازاي اللي هي الكويس فويد بنسبه كام، وعرفنا ازاي نجيب الانوفا تيبل ونجيب اللي هو الانوفا تيست ونشتغل، وعرفنا الانوفا تيست مش بيوضح لي مين المهم، فبالتالي رحنا للبارشل اف تيست عشان نقدر من خلاله نقدر نعمل فيتشر سيلكشن للفيتشرز المهمه عندي. بس كده وهنا ده كده ايه كل حاجه ناقص، بس الفيديو بتاع الكالكوليتر هعمله ان شاء الله هنزله برده. الفيديو بتاع الكالكوليتر بس هيوضح لك ايه المهم، يعني هيوضح لك إيه الحاجات اللي انت المفروض تعملها كالكوليتر ايه المهم عشان ما تتلخبطش في الامتحان وتعمل حاجه مثلا تطلع لك ارقام غلط. بس وده المهم في كل حاجه، لازم تكون بس تعرف ازاي تجيب الاف نود هنا اللي انت عن طريق الاس اس 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 ار بتاعت الفول موديل ناقص الاس اس ار بتاعت الحاجه اللي انت مش بتعمل عليها تيست. انت كنت بتعمل تيست على ايه؟ على الاكس 1، تقوم جايب الاس اس ار بتاعت الاكس 2 وتقسم على كام؟ على 1. ليه 1؟ عشان انت عندك العدد بتاع الفيتشر كان 2 وناقص الفيتشر اللي انت بتست عليها يبقى 2 ناقص 1 يبقى كده كام؟ 1 تقسم على 1. وهنا الام اس اي ده اللي هو اللي انت كنت جايبه اصلا وما بيتغيرش على طول ثابت. بس ويبقى كده خلصنا المحاضره الثامنه الحمد لله.